ليلتكم سعيدة، كل سنة وانتم طيبين. أسبوعين من الاستمتاع ببهجة وحب وحنان ودفء أحضان العذراء. الحقيقي إحنا بنستمتع بيه على الدوام، لكن الأسبوعين دول ليهم مذاق سماوي، فكل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة إن إحنا الكام يوم اللي فاتوا كتير مننا أو كلنا كانت بتختلط جوانا كتير من المشاعر، ما بين حزن الفرح لشجن، والأدرينالين بيرتفع بسبب متابعتنا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. حزن على خروج منتخب كرة اليد بعد الأداء الرائع اللي قام بيه، حزن وإحنا بنتابع كابتن الفريق أحمد الأحمر وهو مش قادر يقول كلمة قدام الكاميرا، بيحاول يداري دموعه ويغلبها عشان محدش يشوفها، أو إحنا بنسمع اللاعب يحيى الدرع وهو بيقول إنه دي مش آخر مرة هنيجي هنا، إحنا هنيجي هنا على طول، إحنا لسه سننا صغير ودي بداية المشوار، بكل عزيمة وحماس وطاقة ولا كأن في حاجة حصلت. الحقيقة كل ده مع سعادة بالأداء العظيم الجميل، الأداء القتالي، الأداء اللي فيه استبسال، الأداء اللي فيه روح جماعية خالية من أي نوع من أنواع الأنانية لفريق منتخب اليد. فرح وإحنا بنستقبل خبر فوز فريال بالميدالية الذهبية الأولى لمصر، فوز وإحنا بنستقبل خبر فوز أحمد الجندي بالميدالية الفضية والأربع ميداليات البرونزية. الحقيقة أنه الأبطال دول بيدونا حالة من الفرح، الأبطال دول هم اللي بيمثلوا مصر في المحافل الدولية، هم الدعاية الحقيقية لمصر في وقت أنت ممكن علشان تعمل دعاية تاخد وقت طويل جداً جداً عشان تقدر تعمل دعاية لبلدك قد اللي هم عملوها. لكن كمان بيخلونا نفكر زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات في ضرورة الوقوف جنب الناجح علشان يستمر نجاحه، ودعم اللي فيه أمل إنه ينجح علشان ينجح ويتألق، ضرورة الاهتمام بالرياضات المنسية. واللي تابع دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هيلاقي حالة من المتعة والتشويق والإثارة، وأيضا كتير من الدروس للي بيشوف بين السطور. لما تلاقي لاعب رجله مصابة، هو لاعب حمل رفع أثقال، ويستمر في اللعب علشان يجيب ميدالية لبلده ويقدر بالفعل يعمل ده. لما تلاقي طفلة صغيرة ما تعدتش ال 14-15 سنة بتفشل في أول محاولة ليها، وبسرعة بتدعم نفسها وتضحك وتبتسم وتدي نفسها طاقة إيجابية علشان تكرر محاولتها التانية. كل دي دروس بنتعلم منها، حاجات كتيرة جدا لها علاقة بالكفاح والطموح والدعم ورفع الروح المعنوية. والأهم من ده كله الروح الرياضية اللي كانت موجودة وسط كل لاعبين الدورة، دورة طوكيو في 2020، لأنه الروح الرياضية دي كانت ملفتة جدا. الروح الرياضية دي اللي المفروض إحنا نتعلمها ونحاول نمارسها في حياتنا، هي أساس الرياضة، هي الهدف الأساسي منها. كمان كان في حالة من الحزن بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة المصرية المعجونة بالروح المصرية، الست المصرية الأصيلة اللي فيها إبداع وأمومة وتحس إنها قريبة من قلب كل بيت، خصوصا بعد القصة التراجيدية اللي ارتبطت بعد موت الفنان سمير غانم ومقصها تقريبا شهرين ونص يعني في حالة صحية سيئة. عزقنا لأسرتها وعزقنا لمحبيها والجمهور. أما عن يومنا النهاردة فزي ما تعودنا مع حضراتكم إن إحنا دايماً بنحاول نبحث عن كل ما هو مرتبط بالقيم والإبداع والثقافة، ومحاولة تطوير منظومة الإعلام، ومحاولة البحث عن الجواهر الحقيقية، الجواهر اللي بتلمع لمعان حقيقي مش لمعان زائف. ضفنا النهاردة نقدر نقول إنه الصوت الدافي والأداء الحازم، الثقافة الموسوعية، اللغة العربية السليمة، اللي قدم أنواع برامج مختلفة تماماً بنفس الكفاءة والمهارة، الأديب والكاتب،
كان رئيس شبكة البرنامج العام وصوت العرب وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وكان رئيس الإذاعة المصرية في فترة من أصعب فتراتها، فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، بعد سنة من حكم عصابة الإخوان اللي ابتدت تتوغل في الإذاعة وتحاول تأخون بعض محطاتها وتستولى على تراثها وتحاول عن طريقها تزعزع استقرار الوطن. ضيفنا النهاردة الإعلامي والإذاعي الكبير المخضرم الأستاذ عبد الرحمن رشاد. هنتكلم معاه في موضوع مهم جدا يخص الإعلام والأمن القومي، إزاي الإعلام ممكن يساهم في الحفاظ على الأمن القومي، وإيه الحدود الفاصلة ما بين حرية الإعلام وفي نفس الوقت إنك تحافظ على الأمن القومي. وهيحكي لنا عن الفترة الصعبة اللي عقبت حكم الإخوان اللي كان فيها بيرأس الإذاعة المصرية. بعد أخبارنا بعد دقيقة من دلوقتي. مساء الخير، هنبدأ مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية. وأول خبر معانا النهاردة خاص بتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هجريا. أعرب رئيس الجمهورية في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهاني القلبية وأخلص تمنياته الأخوية بالعام الهجري الجديد، سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية، وأن يعيد عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج تلقتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هجريا. أعرب رئيس الجمهورية في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه الأخوية بالعام الهجري الجديد، سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية، وأن يعيدوا عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. جاء فيها الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443 هجريا، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه أملنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصر الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. ما أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، كل عام وأنتم بخير. وأيضا تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته ولمصرنا العزيزة وبالمزيد من الرفعة والرخاء. طبعا استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم عام 1443 هجريا بعد غروب شمس اليوم، وأعلنت أن غدا الاثنين هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443. كل سنة ومصر وأهلها وناسها بخير. الخبر التالي خاص بمتابعة مستجدات مشروعات وزارة النقل. الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، ومنها القطار الكهربائي السريع، حيث وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذا في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل أحد أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصرا حيويا في الحياة اليومية للمواطنين. احنا معانا على الهاتف دكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والمطارات والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. يعني دكتور يا ريت تكلمنا عن ما يجري من تطوير في مساله الطرق والكباري، تطوير الطريق الدائري، المحاور الجديده اللي على النيل، ما القطار الكهربائي.
يعني في البداية خلينا نقول كل سنة وسيادة الرئيس عبد السيسي بكل كل خير وصحة وسعادة بمناسبة رأس السنة الهجرية، وكل الشعب المصري والعالم أجمع وجيشنا العظيم وشطتنا الباسلة. وخلينا نقول إن اللي بيتم دلوقتي هو إعادة رسم خريطة الدولة المصرية من خلال عملية البناء والتعمير بتتم على كافة أرجاء الدولة من خلال العمل على عدة محاور متوازية في وقت واحد. دايما بيواجه سيادة الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف على الأعباء على المواطنين مع تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية في الجانب الاقتصادي. وخلينا نقول ان بيتم دايما التوجيه بمشاركة ابناء المناطق اللي بيدخلها الاستثمارات والمشروعات القومية الضخمة، واللي المناطق دي كانت محرومة لفترات طويلة من الاستثمارات وكانت تحتاج شديد لمثل هذه المشروعات زي مناطق الصعيد بالكامل. فتم على الفور بناء على توجيهات سيادة الرئيس عمل محور كل 25 كيلو بالربط بين جانبي الوادي، بالإضافة للربط مع المدن الجديدة على كافة محافظات الصعيد، ليزداد عدد المحاور على النيل ليصل إلى 60 محور من 38 محور بواقع زيادة 22 محور، كان آخرهم تم التصديق عليهم كان محور شبرخيت وسمنود ومنفلوط والأقصر، واللي دخلوا بالفعل حيز التنفيذ. وبيوجه دايما سيادة الرئيس بتعظيم الاستفادة من المشروعات ديت بزيادة الاستثمارات وفتح مجال الاستثمار على جانبية مثل هذه المحاور اللي فرق كتير مع أهل المناطق ديت بشكل كبير في زيادة القيمة بتاعة المناطق دي كلها، بالإضافة لمشروعات أخرى تم مراقشتها اليوم اللي هي خاصة بمشروعات الأنفاق والجار الكهربائي. فخلينا نوجه الضوء عليها لأن هي محتاجة لأن توجيه الضوء عليها بشكل كبير، لأن هي فعلا مشروعات ضخمة جدا زي تطوير الخطين الأول والثاني المترو الأنفاق بطول 65.5 كيلومتر، واستكمال الخط الثالث بطول واستكمال خط ثالث المترو المرحلة الثالثة والرابعة بطول 41.8 كيلومتر، والخط الرابع وده من الخطوط المهمة جدا اللي هيوصل من 6 اكتوبر للقاهرة الجديدة مرورا ب حي الأشجار 6 اكتوبر حي الأشجار عمرو بن العاص القاهرة الجديدة، ده بطول 42 كيلومتر، وده خط مهم جدا بيزود الربط بين المدن الجديدة وبيزود من قيمة معدلات الإشغال والقيمة الاقتصادية للمناطق فيها، ده بطول 42 كيلومتر زي ما قلنا. الخط السادس للمترو اللي هو الخصوص المعادي الجديدة بطول 30 كيلومتر، طبعا غير القطار الكهربائي اللي هو ال LRT من مدينة السلام للعاشر رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 103 كيلومتر، والمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56 كيلومتر، والمونوريل لمدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر، وشبكة القطار الكهربائي السريع اللي بطول 1810 كيلومتر، وتطوير وكهرباء خط السكة الحديد أبو قير وتحويله المترو في الأسكندرية، وأيضا إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية بطول 35.4 كيلومتر. ده غير متابعة الطريق الدائري اللي هيبقى يعني محور مهم جدا لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال زيادة عدد الحرارة. الطريق الدائري اللي كان محتاج تطوير من 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 مدة طويلة الحقيقة، يعني حضرتك لما تتخيلي ان الطريق دوت بدأ حجر أساس سنة 86 وتم افتتاحه سنة 2005، احنا دلوقتي بنعيد تطوير هذا الطريق بمعطيات مختلفة كتير جدا عن المعطيات اللي بدأ بها الطريق دوت، من خلال مشاكل كتيرة جدا مع ان تم التعدي على حرم الطريق وانا عايز اعمل توسعة، بالاضافة ليه وجود بقى شبكات كهرباء ومية وغاز. حضرتك كنت بتقول الطريق ابتدى العمل فيه امتى وافتتح امتى، شوف يعني عدد السنين وشوف كمية الشهور اللي بيتم فيها دلوقتي تطوير وتجديد وبنى ومحاور. طب خلي حضرتك بس تلقلنا الضوء برضو على يعني برضو يعني المشاهد اللي بيتابعنا يبقى لما بيسمع كل هذه المحاور اللي بتربط الصعيد بالقاهرة وخطوط القطارات اللي بتربط مناطق بعيدة، يعني قد ايه ده ممكن يعود بالفايدة عليه في توفير وقته في دعم مشاريع في دعم تجارة في دعم اقتصاد، علشان يبقى عارف قد ايه هذه الانجازات هتعود عليه هو بشكل شخصي. يعني خلينا نقول ان ابجديات اي تنمية هو وجود محاور نقل قوية وشبكة نقل قوية تربط بالمناطق بعضيها تقلل ازمنة الانتقال لاقل ما يمكن، وده اللي بيوجه دايما ليه سيادة الرئيس. فدلوقتي لما نيجي نتكلم على طريق زي طريق دائري اللي بيتم زي ما حضرتك قلتي بس بمعطيات مختلفة تماما، قمة في الصعوبة ان احنا بنعمل التطوير والحركة المرور شغالة مع مشاكل بقى كتير مع التعاون مع اجهزة كتيرة مختلفة بيتم التنسيق معاها بشكل رائع لانهاء المطلوب طبقا للجداول الزمنية الموجودة عندي، هيبقى الطريق 8 حارات في كل اتجاه غير حارة للخدمة للدفاع المدني والحريق والشرطة، بالإضافة لحركة الأتوبيس الترددي اللي هيربط مع محطة عدلي منصور في السلام ومطار القاهرة، بالإضافة لإنهاء كافة العشوائيات
المواقف العشوائيه اعلى الكوبري وكافه الـ الـ الورش العشوائيه اسفل الكوبري. طبعا ده هيبقى من خلال برضو دخول الطريق في منظومه النقل الذكي او طرق ذكيه اللي هيتم التحكم فيها بشكل كامل، بالاضافه لزياده معدلات الربط مع الدائري من خلال محاور كبيره جدا تسهل حركه الدخول والخروج داخل العاصمه، زي محور ترسا، محور ملك سلمان، عندي محور الحضارات، عندي محور الفردوس، في بعد كده شينزو ابي، في مجموعه محاور كتيره جدا هيتم الربط مع الدائري للدخول داخل العاصمه. طبعا محاور عريضه وكبيره في 8 محارات في كل اتجاه. زياده الربط مع الداخل بالخارج ده بيسهل عمليه الحركه على الطريق. كل دي يعني في النهايه تقليل ازمنه، تشجيع على دخول الاستثمارات بشكل كبير، بتعود بشكل مباشر على المواطن مع فتح مجتمعات ومناطق جديده، بيزيد الربط معاها من خلال بدائل كتيره للنقل. كل ده استثمارات بتعود على المواطن بشكل مباشر بعد الانتهاء من مثل هذه المشروعات. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والمطارات والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف، على هذه المداخله الكريمه. نستكمل أخبارنا. اجتمع أيضا الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، المهندس وائل عبدو رئيس مجلس إدارة شركة آي بيكون. تناول الاجتماع استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر. خلونا نشوف فيديو خاص بهذا الاجتماع ونرجع نستكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعالمين امتدادا إلى مرسى مطروح، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى، وكذلك جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية. كما استعرض السيد وزير النقل المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة. كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة خاصة في منطقة الصعيد بخط الأقصر السد العالي. كما وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ويمثل عنصراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية،
والمهندس وائل عبدو رئيس مجلس إدارة شركة آي بيكون. الاجتماع تناول استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملائمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. الاجتماع شهد أيضاً اطلاع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لا سيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. الخبر اللي معانا بعد كده، استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم وزير الخارجية سامح شكري، حيث سلم جلالته رسالة خطية من الرئيس السيسي تحمل دعوة إلى جلالته لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية والتنسيق حيال المستجدات الإقليمية. وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع البحرين في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة. من جانبه طلب جلالة الملك البحرين نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلا عن توافق الرؤى بينهم تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومشيدا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة. معانا على الهاتف دكتور ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طبعا معروف أن العلاقات المصرية البحرينية علاقات قوية ومتينة وقديمة وفيها كثير من توافق الرؤى والدعم المتبادل، بدءا من دعم مصر للبحرين في استقلالها من سنة 71 وصولا لدعم البحرين وتضامنها مع الموقف المصري في ملف صد النهضة. في تصور حضرتك ايه الفحوى اللي ممكن تكون موجودة او ايه الرسائل اللي ممكن يكون وجهها الرئيس السيسي لملك البحرين؟ حضرتك مساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة للعلاقات المصرية البحرينية يمكن من اقوى العلاقات، وخاصة ان هنا في علاقة احنا نسينها، هي علاقة النهضة التعليمية في البحرين، ودي كانت من حوالي قرن من قبل استقلال البحرين سنة 1970. ده كانت في قبل كده بعثات تعليمية من مصر لدولة البحرين. الحاجة التانية يمكن حضرتك أشرت إليها اللي هي دعم دولة البحرين لكذا حاجة في مصر. أول حاجة من الحاجات دي حضرتك لو بصينا ليها إن هي دولة دعمت مصر في ثورة 23 يوليو، دعمت مصر في 30 يونيو. هنجد إن هو حتى في العدوان الثلاثي سنة 56 هنجد في مظاهرات كانت حاشدها في البحرين متضامنة مع مصر. برضو نفس القصة في بناء السد العالي. هنجد أيضا في سنة 67 في حملة تبرعات كانت لصالح المجهود الحربي في مصر. نجد أن مصر طبعا تمد يدها إلى كل الإخوة العرب، وإحنا بنلاحظ الكلام ده في العراق في الأردن، ونجد أن هو حب الاستفادة من كل شيء موجود في الدول العربية، وخاصة في التعاون الثقافي التعاون التجاري التعاون الاستثماري، كل شيء موجود. نجد سيادة الرئيس السيسي بيحاول ان هو يتعاون ويظهر هذا الجانب، رسالة منه الى النهضة التي تشهدها مصر وتحاول ان تكتسب
من نهضات الآخرين، وفي نفس الوقت نجد هي نهضة ليست لصالح مصر فقط ولكن لصالح الدول العربية. اتفضل حضرتك كمل. نجد ان هنا يمكن الرساله اللي احنا بيحاول سياده الرئيس يرسلها الى دوله البحرين ومنها الى الدول العربيه، نجد ان هو الاستفاده من مذكره التفاهم اللي تمت فيه قبل كده، وخاصه في مجال انشاء واداره المناطق الصناعيه دي اللي كانت موجوده سنه 2009. نجد ان هو برضه حتى 2014 نجد وصل التبادل التجاري بين البلدين اكثر من 100 مليون دولار. نجد في برضه تدريبات عسكريه سنه 2014 في 2015 برضه. فنجد هنا الرساله التي يحب ان يوجهها سياده الرئيس السيسي، وهي شيء مهم جدا جدا، هي التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية وعلى رأسها العراق الأردن البحرين. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية. طيب الخبر التالي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مساء اليوم اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بالإسراع في صياغة الخطة التنفيذية التي تستهدف للتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر. في سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة. وأشار إلى أنه أصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، وتختص بإعداد استراتيجية الدولة وخطة التحريك نحو توطين صناعة الدواء في مصر، وتعد تقارير دورية عن أداء مهمتها وتقرير ختامي بنتاج أعمالها. طبعا حضراتكم عارفين فعلا مصر بتولي أهمية كبيرة جدا بصناعة الدواء وتوطين صناعة الدواء. شفنا الافتتاح الخاص بمدينة الدواء الحديثة في الخنكة، وعرضنا هنا في البرنامج كل تفاصيل هذا. مصر عايزة يبقى الدواء متوفر بنفس درجة الفعالية، دواء مصري بنفس درجة فعالية الدواء المستورد. ما نقولش إن المادة الفعالة مش كافية، بنفس الكفاءة وبسعر معقول لضبط أسعار السوق، ويبقى عندنا مركز إقليمي للاكتفاء وأيضا للتصدير للإقليم. طيب خلونا نشوف الفيديو الخاص بمراحل الإعداد والخطوات اللي شملت نقل موكب الملك خوفو بنجاح من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير. خلونا نروح لأولمبياد طوكيو. أسدل الستار اليوم على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اتعمل حفل ختامي على استاد طوكيو الأولمبي تحت شعار عالم نتشاركه سويا بدون حضور جماهير. فيما شاهد الحفل بعض من كبار الشخصيات والرياضيين اللي شاركوا في الأولمبياد. طبعا الولايات المتحدة تربعت على عرش صدارة الترتيب العام للألعاب برصيد 113 ميدالية، واحتلت الصين المركز الثاني 88 ميدالية، وتلتها اليابان المستضيفة للدورة ب 58 ميدالية، وتربعت مصر على عرش ترتيب العام للعرب زي ما قلت لحضراتكم 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية. الحقيقة كان حفل ختام جميل ومبهج جدا لهذه الأولمبيات العظيمة.
خلونا ننتقل بقى مع حضراتكم للصورة الخاصة بتعليق النهاردة. طيب، لما حصلت وقعة فستان حبيبة، ناس كتير اتحركت لدعم حبيبة واتكلمت، وأجهزة الإعلام انتفضت لهذا الموقف الداعشي الفاشي العنصري، سميه زي ما تحب تسميه، اللي خلى مجرد فستان طبيعي جدا ومفهوش أي حاجة يعمل حالة من الهستيريا والفزع لبعض الناس، كما لو كان مش هو ده زي الطبيعي للمرأة، الشكل الطبيعي للمرأة هو الفستان. وطبعا طلع الترند والناس اتكلمت عن حبيبة، ناس تنمرت وناس كتير جدا دفعت، وخلص الترند وهدي الموقف. لكن اتفاجئنا من كام يوم بشيء نقدر نقول انه تحدى وتخطى حدود المنطق والعقل، صعب شوية استيعابه، كأننا بنقول إنه في فئات من المجتمع عندها أفكار مشوشة وهشة ومعمول لها غسيل مخ، وإن كنت ما بفضلش كلمة غسيل دي لأنها ليها علاقة بالتنظيف، يعني خلينا نقول إعادة تدوير للأفكار، وعشان ما نحطش رأسنا في الرملة نقول إنه ما كانتش المشكلة صراع ما بين فستان لابساه بنت أو ما بين فتاة وما بين مراقبة أو موظفة، ده صراع ما بين بعض فئات المجتمع اللي عندها هوى غليظ، هوى بدوي، هوى فظ، بدءا من طريقة تفكيرها، طريقة طرح الأفكار، وصولا إلى التعبير عن الأفكار بمفردات بعضها بيوصل لدرجة السب والقصف مع أي حاجة في الدنيا تختلف عن اللي معبية في دماغها. اللي حصل إنه اتقال إن حبيبة سقطت في 6 مواد، هكذا علمنا، وإنها منقولة أساساً من كلية الحقوق بعد ما سقطت في كلية الحقوق، هكذا علمنا كلنا، خلاص مصر كلها عرفت، لأنه تم تسريب خبر رسوب حبيبة على كثير من المواقع الإخبارية عبر كلية حبيبة اللي بتنتمي إليها، وده يعد تشهير بالبنت، نشر أخبار عن رسوبها دون علمها ودون رغبتها. والحقيقة إن كل ده ما يهمناش، نجاح حبيبة أو سقوطها موضوع لا يخصنا لا من قريب ولا من بعيد، نجاح أي طالب أو سقوطه مرتبط بإمكانياته اللي هي طبعا بتتفاوت من شخص لآخر، بمدى مذاكرته، بيذاكر قد إيه، إذا كان بيشتغل مثلا زي ما حبيبة بتشتغل جنب الدراسة في أوقات ما بيكونش عنده فرصة إنه يذاكر، أو ظروف تعرض لها، مرض، وفاة، حاجات من ده، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون مرتبطة بنجاح أو رسوب. لكن أكيد مش مرتبط بالنجاح والرسوب إنه يكون لابس لبس معين وهو رايح لامتحان، أو لون معين أو شكل معين. والحقيقة أيضا إنه نتائج الرسوب والنجاح عادة نتعودنا أنها تتعلق على باب الكليات، أول مرة نعرف أنها بتنزل على المواقع الإخبارية، خصوصا نتائج الرسوب، خصوصا نتائج رسوب شخص معين. والحقيقة إنه محاولة الربط ما بين لبس شخص وما بين نجاحه أو سقوطه، هذا الربط في منتهى الخطورة جدا على المجتمع، منتهى الخطورة جدا خصوصا على العقليات الهشة اللي معبية دماغها بأفكار غليظة. والنتيجة اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر هذه الأخبار، الناس اللي بتقول طبعا هي كانت فاضية تذاكر ولا فاضية تلبس فساتين، دي عندها قناة على اليوتيوب وبتعمل كل ده عشان تجيب لايكات، دي هي أصلا عاملة القصة دي كلها علشان هي فاشلة، كما لو كان كل اللي تنمر على رسوبها من أوائل الطلبة. الربط ده فيه خطورة، وعشان خطورته خلوني أسأل، هو إزاي أو الشكل في اللبس اللي كانت بتطرحه المراقبة على حبيبة، هل كل اللي كانوا لابسينه نجحوا في الامتحان؟ طب لو مش كلهم نجحوا هتبلعوها للناس إزاي؟ هتقول لهم إيه؟ هل كل اللي بيلبس لبس متحرر شوية أو متحرر جدا سقط؟ طب لو مش كلهم سقطوا هتبلعوها للناس إزاي وهتقول لهم إيه؟ الطالب بيروح الجامعة علشان يتعلم ويفكر تعليم مختلف خالص عن المدارس والحفظ والحشو، عشان يكون مدارك، علشان يعرف يفكر ويبقى عنده رأي ورأي آخر، علشان يقدر يفكر، علشان يقدر يكون عنده حرية فقط لا غير. الدولة بتعمل مجهود كبير جدا علشان تدي للمرأة حقوقها وتحافظ على المجتمع وتطوره ونموه، عشان نلحق نرجع لركب الحضارة اللي احنا ابتديناه، علشان تجدد الخطاب الديني. محاولة الربط دي رجعت المجتمع لورا بشكل كبير، سنين طويلة قاعدين بنربط بين أشياء لا علاقة ليها ببعضها على الإطلاق، وكانت النتيجة ان احنا انشغلنا في أمور بديهية جدا العالم تجاوزها بدل ما نقعد نشتغل. أرجوكم أرجوكم
ما تهلوش التراب على كل هذه المجهودات. أصحاب العقول المحشية بهذه الأمور لا تهيلوا تراب على مجهودات الدولة، ولا تهيلوا ترابكم وتراب عقولكم على بناتنا وفساتين بناتنا. أشوفكم بعد الفاصل. ضيفنا من الأسماء اللي أنطقها بقدر كبير جدا من الإجلال، لأني بستمع لها بقدر كبير جدا من الاستمتاع. ضيفنا بستمتع بأدائه وبصوته كمستمعة وبخبرته كتلميذة، الإذاعي الكبير المخضرم الأستاذ عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا الحقيقة سعيد بقناتكو، وسعيد بالموضوع اللي أنت كنت أثرتيه قبل ظهوري على الهواء، لأن هي موضوع مهم للغاية، وأنت أثرتي أكثر من نقطة فيه. وأهم نقطة أثرتيها، وهي نقطة أنه أحياناً في بعض الناس بيتخلوا عن العقل، لأن العقل وسيلة لاكتشاف الحرية، وممارسة الحرية ضد كل ما تم من وقائع تخص الطالبة دي. أنا الحقيقة مبسوط إن أنت أثرت هذا الموضوع، وياريت الناس يسمعوه ويشغلوا عقلهم شوية. أنا أولاً بشكر حضرتك على وجودك معنا وتشريفك، دي يعني شرف كبير لي أن أنا أحاور حضرتك، وبشكر حضرتك على رأيك في اللي أنا قلته، ويعني ده برضو شرف كبير لي يعني. وأنا الحقيقة سعيد كمان بظهوري معاكم على هذه القناة، أول مرة أظهر فيها وأنا سعيد بها الحقيقة. أستاذ عبد الرحمن، يعني حضرتك كإعلامي كبير وكإذاعي مخضرم وخبرة طويلة من السنين، حضرتك طبعا تعلم أن الإعلام ليه أدوار كبيرة جدا ومختلفة ومتعددة، ومع مرور الزمن ومع التطور اللي وصلنا له طبعا يعني في دول بقتش تحتاج أنها تغزو دول أخرى، كفاية أنها تغزوها إعلاميا أو ثقافيا، وأصبح أيضا للإعلام دور كبير في حماية الأمن القومي. نعم. ياريت حضرتك تقول لنا ايه اللي ممكن يقوم به الاعلام في حمايه الامن القومي، ايه المعايير والمحددات اللي ممكن تعمل حاله من التوازن او تفصل ما بين حريه الاعلام وما بين قيامه بدوره في حفظ الامن القومي. شوفي، الاعلام وانتوا جزء منه، الاعلام اول هدف من اهدافه المحافظه على الامن القومي، والمحافظة على الأمن القومي تأتي من أنه الإعلام يدافع عن قوام الدولة، يدافع عن فكرة المواطنة، لأن فكرة المواطنة ومعناها الانتساب إلى الوطن، وليس الانتساب إلى فئة أو الانتساب إلى فصيل أو الانتساب إلى جماعة إرهابية، إنما الانتساب والانتماء للوطن. والمواطنة تعني المساواة في الحقوق والواجبات، وبالتالي يؤدي الفرد المتلقي للرسالة الإعلامية دوره، وهو متحرر من كل المعوقات التي تحول دون أداء رسالته والنهوض بوطنه. وبالتالي هنا دور الإعلام التنوير، دور الإعلام في تنمية العقل، دور الإعلام في تنمية قيم التحرر وقيم الحداثة وقيم التعليم وقيم تحرر المرأة وقيم الإنسانية، ومحاربة كل دعاوى التعصب، لأنه عندما يقوم الإعلام بهذا الدور فإنه يعمل على هيبة الدولة ويعمل على تماسك الدولة، وبالتالي يعمل على حماية الأمن القومي، لأن الأمن القومي يبدأ من الداخل ثم يمتد بعد ذلك إلى خارج الدولة ومصالح الدولة. وبالتالي الدفاع عن الأمن القومي يبدأ من أنه الإعلام يقوم بدوره المهم للغاية في حماية المواطن من كل الدعاوى التي تذهب بعقله أو تعود به إلى الوراء، أو كما أنت تحدثتي عن تغييب العقل. الإعلام له دور في إحياء العقل، إحياء قيم العقل، إحياء قيم
الحرية. وبالتالي احنا يعني مثلا في الإعلام المصري لعلك تعلمين انه بعد ثورة 30 يونيو قام الإعلام المصري بدور مهم للغاية وهو تثبيت دعائم الدولة. احنا هنرجع لثورة 30 يوليو، حضرتك لازم هتحكي لنا في جزء مخصص لها عن نعم. عن الدور نعم. اللي حضرتك نعم. قمت بيه في الإذاعة لمحاربة كل محاولات الأخوانة نعم. اللي مارت بالإذاعة. هاخد جزء من الحوار فيما يخص هذا الملف، لكن هسأل حضرتك أولا عن انه برضو جزء من حمايه الامن القومي هي قدره الاعلام على انه يدحض ويرد على اي شائعات بثها اعلام موجه نعم. اخر من دول نعم. اخرى. هل استطاع نعم. اعلامنا نعم. انه يواجه الفتره الشرسه اللي كان فيها قنوات يعني معاديه بتبث سموم شديده تجاه مصر وامنها واستقرارها؟ اولا الاعلام المصري كان يعني مضمون الإعلام المصري هو الرد على هذه الشائعات، الرد على هذه القنوات التي تحاول هدم الدولة المصرية بتقديم الخبر الصادق، بتقديم المعلومة من مصدرها، ب يعني حشد المواطن المصري لكي يتابع إعلامه ولا يتابع هذه القنوات. أعتقد أنه الإعلام المصري نجح في أنه يقدم حتى للعالم الخارجي، يقدم مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، الجمهورية المتحررة من كل دعاوى الإرهاب ودعاوى سيطرة فئة ضالة، فئة إرهابية على مقدرات هذا الشعب. العالم المصري الحقيقة نجح، وبالتالي هذه القنوات أعتقد نسبة المشاهدة لها الآن تكاد تكون نسب ضئيلة للغاية. نجح إزاي العالم المصري؟ نجح بتقديم المعلومة الصادقة، المعلومة الصادقة من القيادة السياسية، من النظام السياسي، المعلومة الصادقة من المواطن المصري المنتمي إلى الدولة المصرية، المعلومة الصادقة فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب ودور الكنيسة والمسجد. الكنيسة والمسجد وضعوا يدا بيد، الأزهر والكنيسة القبطية تعاونوا بكل ما أوتوا من حقائق واضحة تحرص على الوطن المصري، تحرص على المواطن المصري بصرف النظر عن كون هذا المواطن مسيحيا أو مسلما، وإنما تقديم المعلومة الصادقة، تقديم المنجز الذي يتحقق على أرض مصر وبموضوعية شديدة، كما فعلنا لعلك تذكرين في حرب السادس من أكتوبر. التنبيه اللي كان جاي من رئيس السادات في حرب السادس من أكتوبر، الخبر الصادق، المصداقية، تقديم المعلومة دون تهويل أو تهوين، يعني دون تهويل أو تهوين، وبالتالي نجح الإعلام المصري في هذا. طب خليني أسأل حضرتك عن أنه طبعا كثير من الإعلاميين بيتكلموا عن حرية الإعلام، وهذا حق وحقهم وحق المواطن أيضا في الاستفادة من إعلامه الحر، ولكن هناك كثير برضو من المحددات اللي بتمثل حد فاصل ما بين إلى أي مدى هذه الحرية وإلى أي مدى الحفاظ على بعض من المعلومات والمقومات اللي تحفظ الأمن القومي. بصفة حضرتك عضو في الهيئة الوطنية للإعلام، يعني أنت تكلمتي عن المحددات. قبل المحددات الحرية مسؤولة، والرجل الإعلامي مسؤول، لأن الرجل الإعلامي مسؤول وملتزم بقضايا وطني، ملتزم بقضايا مجتمع، ملتزم بقضايا المواطنة، ملتزم بالموضوعية، ملتزم بالحياد. عايز أقول لك إنه حتى ميثاق الشرف الإعلامي اللي إحنا دايماً بنشتغل بيه بيحدد أو بيوضح هذه المحددات في إنه الالتزام بقضايا مصر، عدم التعرض لقضايا مذاهب أو أديان، المحافظة على وحدة الوطن. عندما يتعرض الإعلام أو يقترب من محددات الأمن القومي أو يهاجم منجزات الوطن المصري أو يهاجم الوحدة الوطنية أو يهاجم القيم التي عمل بها الإعلام منذ إنشائه عام 1934، هنا نقول للإعلامي قف، أنت خرجت عن الحياد الإعلامي وخرجت عن الالتزام الإعلامي وخرجت عن المسؤولية الوطنية التي أنت
تحملها على كتفيك، لأن الحرية مسؤولية. الحرية ليست ثوباً فضفاضاً يلبسه البعض ويخلعونه مرة أخرى. الحرية مسؤولية، مسؤولية تجاه الوطن، مسؤولية تجاه المواطن، مسؤولية تجاه وحدة الوطن، مسؤولية تجاه قضايا الوطن. وبالتالي الإعلام المصري، وعشان كده الحقيقة الواحد دلوقتي وانت بتكلمتي عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم موضوعية مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه سمعة الناس وكل والخروج عن ميثاق الشرف في التعامل مع بعض القضايا، وضربتي مثال مهم بهذه الفتاة، الفتاة العادية المصرية، الفتاة المصرية، الفتاة التي لم يغيب عقلها، الفتاة الملتزمة لكن مسألة إنه الإنسان يهاجم لأنه رسب في الجامعة أو نجح في الجامعة، دي مسألة إمكانات، دي مسألة إمكانات. هذا التنمر من وسائل التواصل الاجتماعي مرفوض تماما، ويجب على المجلس الأعلى للإعلام هنا أن يتدخل لكبح جماح هذه المواقع التي الحقيقة تحطم أقدس قيمة يعمل بها الإعلام، وهي قيمة الحرية. والحرية كما قلت لك مسؤولية. طب ده يقودنا إلى يعني اللجنة الوطنية للإعلام، وحضرتك يعني عضو فيها. كتير من المشاهدين يعني ما يعرفوش ما هي اللجنة الوطنية للإعلام، اللي بتقوم بإيه، محددات قراراتها وكيف تتخذ قراراتها، وهل قراراتها إلزامية وجوبية. يعني ناخد نوضح للمشاهد نبذة عن الهيئة الوطنية للإعلام وما تقوم به، أو اللجنة الوطنية للإعلام. أولاً أنا بس يعني أود أن أوضح لك، أنا كنت عضو في الهيئة الوطنية للإعلام وحدث تغيير، أنا الآن عضو سابق في الهيئة الوطنية للإعلام. لكن الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ثلاث هيئات نص عليهم في الدستور المصري في مواد من 111 إلى 113. الهيئة الوطنية للإعلام مهمتها الأساسية هي الإشراف وإدارة وتنفيذ السياسة الإعلامية داخل الإعلام، إعلام الدولة، الإعلام الرسمي بمؤسساته المختلفة، سواء الإذاعة المصرية أو قنوات التلفزيون المصري أو الشركات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام. المجلس الأعلى للإعلام مهمته أشمل من هذا، مهمته إنه تنظيم العمل الإعلامي، تنظيم ليس بمعنى الرقابة، وإنما التنظيم بمعنى وضع الخطوط العريضة للعمل دون تجاوزات. فهو الذي يعطي تصريحات القنوات الخاصة ومواقع واليوتيوب والصحف. الهيئة الوطنية للصحافة مهمتها الإشراف وإدارة المؤسسات الصحفية القومية. طب خليني هي الأخبار والأعراف. خليني أدخل مع حضرتك بقى لملف، يعني نحتاج إن إحنا نعرف كتير من المعلومات عن فترة سنة حكم الإخوان أو عصابة الإخوان لمصر. حضرتك توليت رئاسة الإذاعة في فترة حرجة بعد ثورة 30 يونيو، ويعني هقول لحضرتك الملفات وحضرتك كلمني عليهم واحد واحد، بدءا من محاولة الإخوان الاستيلاء على تراث الإذاعة، محاولة الإخوان أخوانت بعض المحطات الإذاعية، وأيضا نعم. عن البيان الذي أرسله مرسي للإذاعة المصرية في 3/7، كان من الممكن لو تمت إذاعته أن يحدث كارثة في الوطن. شوفي 2012 الحقيقة اللي استولى فيها الإخوان على حكم مصر، الحقيقة كانت سنة كأداء وسنة سيئة في كل المجالات وفي الإعلام الرسمي خاصة. الجماعة الإرهابية أتت بوزير لا يتمتع بأي كفاءة، استعان بمجموعة استقطبها، يعني هو كان ماشي بمنهج استقطاب العناصر غير المؤهلة داخل مسبيره، وبالتالي كان الحقيقة بيعمل على نشر فكره الإرهابي داخل المسبيره. كان بيعمل كما قلت على الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء على تراث الإذاعة المصرية وتراث التلفزيون المصري. كان يعمل على تكوين
يعني مجموعات استقطبها لكي تنضم إلى الجماعة الإرهابية. في 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 المجال الآخر أو في النقطة الأخرى، إنه كان بيحارب وكان حاطط، عايز أقول لك، لستة لكل من يعارضه، لأنه هو كان عنده أمل إنه يستمر في عام 2013 قبل ثورة الشعب المصري، فكان عنده قائمة ولستة بكل من يعارضه. الحقيقة هو إلى حد ما استطاع استقطاب مجموعة من العاملين في مبنى مسبيرو، سواء في المحطات على الهواء أو في غرف الأخبار أو في الإعداد، لكن وكان طبعاً بيعمل على سياسة التمييز والتفرقة بين العاملين في مسبيرو، وبيعمل عملية فرز كل يوم. والحقيقة ساعده على ذلك بعض ضعاف النفوس. لما قامت ثورة الشعب المصري قبل 30 يونيو، طبعاً هم كانوا الجماعة الإرهابية كانت معتصمة في ربعة وفي ميدان النهضة في الجيزة، استولى الوزير على محطات إذاعة خارجية للتلفزيون في ربعة اللي بعد كده دمروها، وكان بيرسل منها أخبار للقناة، القناة اللي كانت بتناصرهم بشكل غير عادي، قناة الجزيرة والقنوات التركية. الحقيقة إحنا داخل مسبيرو اللي كانوا، أنا مش عايز أقول مناهضين بس لحكم الإخوان، وإنما المصريون الحقيقيون اللي كانوا ملتزمين بقضايا مصر، وكان الحقيقة بدعم من القوات المسلحة وبدعم من كثير من المثقفين المصريين، لم نبدأ التحرك في 30 يونيو فقط، وإنما بدأنا قبل ذلك، بدأنا يمكن بداية من 20 يونيو. من 20 يونيو استطاع كل من هو منتمي إلى هذا الوطن، منتمي إلى مصر، استطعنا الحقيقة أن احنا يعني أولا نمسك بزمام الهواء، يعني في الدور الثاني، لعلك لو زرتي مسبيرو سواء في التلفزيون أو الراديو اللي هو استوديوهات البث المباشر، كوننا فرق عمل. الحقيقة العديد من الزملاء كانوا على وعي بأهمية يعني أن يظل مسبيرو ملك للشعب المصري، وألا تختطفوا الجماعة الإرهابية، ولدرجة أنه هذا الوزير وجماعة الإرهابية أرسلوا أحد الأشخاص كان في الدور التاسع يعني بيرسل بتعليماته، فكنا الحقيقة بنلقي بها عرض الحائط. وماذا عن بيان 3/7 يا أستاذ عبد الرحمن؟ 3/7 الحقيقة نسيت أقول لك إنه هم كانوا بيعدوا بعض الناس عشان كمان يعني يستولوا على القيادة في مسبيرو، يعني كانوا بيحضروا مثلا أشخاص عشان يحلوا، مثلا أنا كنت وقتها نائب رئيس الإذاعة ورئيس صوت العرب، كانوا بيحضروا شخص لإزاحتي وتعيينه، كانوا بيحضروا شخص آخر لإزاحة رئيس الاتحاد وتعيينه، كان طبعا ليهم كثير من ما هو الاستيلاء على الإذاعة أو الاستيلاء على مسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون، يعني الاستيلاء على الوطن، خلاص الموضوع انتهى. فكان هم كمان كانوا اكتشفوا يعني إنه وزير الإعلام اللي هم حاطينه ومكتب الإرشاد غير كفء للمهمة، فأرسلوا شخص آخر أنا الحين بحبش أذكر اسمه، كان يقيم في الدور التاسع ويرسل يتصل على الهواء بالمذيعين، فالمذيعين يعني يقفلوا السكة في وشه ويتبادل الشتائم معاهم، وخاصة في راديو مصر والبرنامج العام اللي كانت منضمة للإذاعة. شاء يوم 3/7 بعد هبة الشعب المصري والتأييد من القوات المسلحة، والحقيقة إنه بعد بيان اللي تلاه في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت، وبحضور القيادات الدينية وبعض النخب، الحقيقة أنا فوجئت وكنت ساعتها على الهواء يوم 3/7 ببيان، عادة أنت عارفة أنه الأخبار بتأتي بصورة معينة من غرف الأخبار، غرف الأخبار من المحررين، ففوجئت ببيان على الفاكس جاي
من وجابوا احد الاشخاص واختفى وقال لي ده احنا طالبين البيان ده يذاع، ده جاي من الرئاسه، جاي من الرئيس مرسي. فانا بصيت كده في البيان لقيت او بدايته عشيرتي واهلي ارجو انه وباسم مش عارف ايه تنزلوا الى الشارع وتحافظوا على الشرعيه او كما يزعم انها الشرعيه. فالحقيقه رحت امسكت بالبيان ورحت اطعه من فوق كده، ما قطعتوش يعني، قطعته من فوق من الراس قطعته. وكان معايا مجموعه من الزملاء الحقيقه منهم معد، قلت له بص هذا الخطاب ابعته الى الناس اللي، طبعا انا مش متهم حد بالتآمر لكن كيف مر لا اعرف هذا وكيف وصل الى استوديو البث، قلت له ابعته للاستاذ رئيس قطاع الاخبار و يعني هذا البيان. فالحقيقه هذا البيان لو كان وقع في ايد كان يعني مذيع كان هذا البيان منتمين الى الاخوان ماذا كان سيحدث؟ كان هذا البيان بمثابه دعوه وتحريض لكل فلول الجماعه الارهابيه ومسلحيها وارهابيها انهم ينتشروا في شوارع وفي بلدان مصر، وكان هيبقى في حرب اهل الحياه. وفقنا ربنا سبحانه وتعالى، التوفيق من عند ربنا والانتماء الى هذا الوطن. وده على فكره يعني مش احنا مش بنمن على ان ده دورنا، ده دورنا. وقتها انا قلت لزملائي ده دورنا، حتى لو تعرضنا لاهانات او تعرضنا لاي اعتداءات من اي حد، دي خطوه ان احنا منعنا انه مصر تتعرض لما تعرضت له بلدان اخرى. الخطوه الثانيه بعد كده لما نجحت ثوره 30 يونيو الحمد لله، كان يجب ان احنا نطهر الاذاعات من زرعهم نظام الاخوان في الاذاعات، وخاصه في اذاعتي القران الكريم والشباب والرياضه. لانه الحقيقه لما توليت الاذاعه المصريه كانت القران الكريم هم نجحوا في تسييسها وفي نشر وفي استقطاب العديد من من يعمل بها في لخطابهم، خطابهم المزيف، خطابهم الذي يتستر بالدين وهو بعيد عن الدين، خطابهم الارهابي. وبالتالي بدانا عمليه، الحقيقه مش عايز اقول فرز، وانما بدانا عمليه انه احنا ننتشل هذه الاذاعه من مستنقع الاخوان. كذا اذاعه الشباب والرياضه، هم كانوا عندهم يعني قدره سواء بالتضليل او بالحقيقه بالارهاب، انهم يستقطبوا العناصر، انا مش بسميها العناصر، عناصر ضعيفه يعني، كلنا مصريين طبعا ولكن عناصر ضعيفه، وكان يجب تحرير مسبيره من هذه العناصر. الحقيقه استاذ عبد الرحمن يعني انا عندي اسئله كتير وعندي محاور كتير نفسي اتكلم مع حضرتك فيها، لكن للاسف وقت الهوا عندي خلص، فانا على وعد من حضرتك بلقاء اخر نستكمل فيه بقى عن تاريخ الاذاعه وعن ذكريات حضرتك وما قمت به من أنا سعيد بيكي وسعيد بان انا يعني ظهرت في هذه القناه اول مره، وقناه جميله، ويعني الحقيقه بقى احيي نبره الحرية والحداثة اللي انت بتكلمي بيها، وإن شاء الله أنا بشكر حضرتك، ده شرف كبير جدا ليا شهادة إذاعي كبير مخضرم زي حضرتك، وعلى وعد بلقاء أكيد مرة أخرى إن شاء شكرا الله. جزيلا الإعلامي والإذاعي الكبير أستاذ عبد الرحمن رشاد. مشاهدينا كالعادة الوقت معكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، وقتنا خلص، بكرة حلقة جديدة من مساء الخير، وأنا أشوفكم الحد الجاي.